توقعات العلامة الأولى مواليد 22 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددا متزايدا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك، في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. أعد اكتشاف هدوءك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يناير إلى 10 يناير. لا يبدو أن جبال المشاكل والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازما وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. إذا استطعت تنفيذ ذلك فسوف تجد أيضا أن الحلول أصبحت أسهل. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 يناير إلى 19 يناير. لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه يجب أن تتوقع الكثير عندما تستعيد هدوءك وتصبح أكثر ثقة. سوف تتحسن الأمور.